هلا بالحمد يا رحمة الله. ممثل حضرة صاحب السمو السيد سيف بن شراش بن سيف العدلي يستلم الرئاسة ألف مبروك. نيابة عن سيدي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه، وجودي بنادي سباق الهجن لتسليم كأس وجوائز سموه للفائزين. والحمد لله يعني احنا شفنا اليوم حماس الجمهور وشفنا مسابقة سباق الهجن والجمهور اللي كل سنة عن سنة يتزايد، وهذا دليل على حب أهل الكويت وأيضا المقيمين لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. كما في هالمناسبة هذه أحب أن أشكر الأخ الفاضل حسين مانع الدواس رئيس مجلس إدارة نادي الهجن، هو وأخوانه أعضاء مجلس الإدارة، على حسن الضيافة والاستقبال، فأتمنى لهم إن شاء الله النجاح والتوفيق. الحقيقة كأس ولي العهد ينتظرونه سنويا، وهذه الحقيقة التحفة من ولي العهد والجائزة المميزة، كل الأخوان يحسبون حسابها، يحسبون حسابها قبل بأشهر بعد، مو على أساس أنهم إن شاء الله يفوزون. ونهني الأخوان اللي فازوا بالمركز الأول والثاني ونقول مبروك، والشكر الحقيقة إلى سمو ولي العهد وإلى حكامنا كلهم وإلى الأسرة الحاكمة وإلى الشعب الكويتي والأخوان في الحكومات.